يعتبر متحف الحضارة الإسلامية في الشارقة الأول من نوعه في دولة الإمارات، وقد أعيد افتتاحه في عام 2008 كمعلم حضاري هام للسياحة في المنطقة. ويقع المتحف في قلب الشارقة التاريخية بمنطقة المجرة. تجاوز عدد محتويات متحف الشارقة للفنون والثقافة الإسلامية أكثر من 5000 قطعة إسلامية فريدة من جميع أرجاء العالم الإسلامي، مرتبة بحسب موضوعاتها في 7 أروقة فسيحة ومساحات عرض. يضم المتحف معلومات فنية متكاملة عن الإسلام منذ مطلعه ولغاية وقتنا الحالي، مرفقة بصور فنية مميزة خطتها ورسمتها أيادي أفضل الفنانين في العالم الإسلامي، إضافة لتقديم عروض مسموعة ومرئية تسهم في تعميق التصور لدى زوار المتحف عن الحضارة الإسلامية في جوانبها المختلفة. ويضم المتحف أيضاً مجموعة من المعروضات والمشغولات الإسلامية التي لا تتوفر في أي مكان آخر، تحمل زائره في رحلة تاريخية مثيرة عبر دروب الزمن، ويقدم رؤية بانورامية لكافة المراحل التاريخية التي عاشتها الحضارة الإسلامية من روائع الفنون الإسلامية إلى المخطوطات القديمة، مروراً بالمخترعات العلمية وغيرها من ملامح التراث الإسلامي. ولهذا تعتبر زيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية فرصة فريدة للمواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بمعايشة أجواء فنية وعلمية راقية والإشادة بإنجازات الإسلام وحضارته وعلمائه وفنانيه.